وانا قلت الاهلي بجماهيره بقى ليه شكل تاني. انا قلت وكتبت قبل كده عندي كمان شخصيا، الاهلي بجماهيره ليه شكل تاني. الجماهير بتدي حاجة عمر ما أي حد بيديها للعيبة. شفتوا الجماهير الماتش اللي فات، حاجة كانت أحسن حاجة حصلت من سنتين مثلا، التواجد الجماهيري والمؤازرة الجماهيرية الأهلوية تحديدا لفريق النادي الأهلي. مش عايزكم تزعلوا، مش عايزكم تزعلوا لما تشوفوا حد بيعمل خمسة والكلام ده كله، يعني ما تزعلوش ما تزعلوش. تخيل أنت واحد ماسكه في الراحة وفي الجاية هري ضرب، فاكيد لما يشوفك انت بس حد جه عليك هيبقى فرحان جدا. فما تزعلوش، ده طبيعي جدا جدا، ولو ما عملوش كده هيبقى عندهم مشاكل نفسيه، فعادي جدا جدا مع احترامنا طبعا. ودايما بقول في نهايه كل حلقه، الجماهير اهلي زمالك ايا كانت ماها ايه، دول خط احمر بالنسبه لي كمان. لكن ساعات كده يا جماعه يعني شوفوا الناس بقى اللي بيمثلوك، ولما يطلعوا يعملوا كده والحاجات دي كلها حاجات ما ينفعش. انا مش عارف اعمل كده عشان انا لازم اعمل ايدتين وابقى ايد تانيه عشان اعمل كلام، بصراحه مش بتاعنا مش بتاعنا. وهنتكلم بقى في خمسات واربعات وتلاتات وستات ونقعد نقلب الدنيا قبل كده، كلام ما يصحش يعني، كلام ما يصحش خالص. هنقول ان انتوا مثلا بقالكوا 20 سنه ولا حاجه ما شفتوش حاجه، بس برضو بلاش تضايقوا الجماهير عموما، بلاش تضايقوا الجماهير خصوصا من الناس المفروض ان هم ماليش علاقه بقى النادي عامل لكم قيمه مش عامل لكم قيمه، انا ما بتكلمش في كده خالص. انا بتكلم ان انتوا مهما كان نجوم فما بلاش تضايقوا الجماهير. احنا لما بنكتب حاجه عندنا على صفحنا وبنلاقي زملكاويه بتضايقوا منها بنشيلها فورا، ما بنشوفش نجم من نجوم الاهلي ايا كان هو مين، او ايا كان حد انتمى النادي الاهلي بينزل حاجه بتضايق جمهور الزمالك، حتى لو نزل بيشيل على طول لو الناس متضايقه. انا بعمل كده شخصيا وكل الاهلاويه بيعملوا كده، فما فيش داعي. هتنزل صوره هتلاقي البوم صور نازل لك، هتتكلم كلمة هتلاقي قصايد شعر، مع احترامي طبعا للشعراء يعني. دي كانت أبرز الأخبار عشان ما تأخرش على فارس وكيش، عندهم حاجات كتيرة نتكلم فيها. لكن يوفنتوس خلاص بيودع.